أصبح تفشي الكوليرا في السودان أكثر إثارة للقلق، لا سيما المنظمات الدولية المعنية، فقد ارتفعت الوفيات بالبلاد وفق الصحة العالمية بسبب الكوليرا، ارتفعت إلى 71%، بينما ارتفعت حالات الإصابة بالمرض بنسبة 13% في مقارنة بالعام الذي سبقه في العام 2023. بالنظر إلى الوضع الحالي للكوليرا لا يمكننا القول إن الوضع تحت السيطرة. لا يزال لدينا الكثير من التحديات، يصل إلينا العديد من المرضى من كل مكان، وحاليا في مركز علاج الكوليرا لدينا أكثر من 260 مريضا، وما زلنا نستقبل العديد من الحالات. وأيضا للحديث عن هذا الوباء الذي يهدد السودان، يعني فوق معاناته بسبب الحرب المستمرة، ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي السوداني الدكتور محمد عثمان الخضر. أهلا بك دكتور محمد برفقتنا إلى هذه الساعة الإخبارية. طبعا المعلوم بأن هذا الوباء القاتل يجتاح وسط وشرق السودان، مما يجلب المزيد من البؤس والمعاناة والفقر في أسوأ معاناة أو في أسوأ أزمة تعانيها السودان في العالم أجمع. بالتالي كيف يتم التعامل مع هذا الوباء؟ تحياتي لك وتحياتي لمشاهديك الكرام. دعيني أبدأ من آخر تصريح صرح به مدير عام منظمة الصحة العالمية في الذي زار السودان مطلع هذا الأسبوع، وأوضح أن النظام الصحي في السودان وصل حد الانهيار. وهذا تصريح خطير، يعني يوشك ينبي بأن الوضع في السودان الصحي يعني أصبح يعني غير قابل يعني للتطور، غير قابل للقبول يعني. وكذلك في تصريح أوضح أن 70 إلى 80% من المرافق والمؤسسات الصحية قد توقفت تماما عن العمل، وهذا أيضا تصريح خطير. وكذلك أيضا قال أن 25 مليون سوداني يحتاجون إلى المساعدة. بالنسبة للتفشي وباء الكوليرا أو مرض الكوليرا، هو لا يخرج من إطار أمراض أخرى كثيرة، يعني تعددت الأسباب لخلق هذه الظروف الصحية يعني القاتلة. في البدء اصلا في السودان ومع يعني مع فصل الخريف، حتى في الظروف الطبيعيه قبل الحرب، في فصل الخريف هنالك الامراض التي تنتشر في السودان نسبه للفيضانات والسيول، وكذلك توالد نواقل الامراض مثل الذباب والبعوض الذي ينتشر في مناطق كثيره من السودان، لا سيما في الولايات الوسطى مثل الجزيره وكسلة والقضارف. والان حتى التصريحات هذه التي تخرج من المنظمات الدوليه مختصرة تماما على كسلة والقضارف فقط، باعتبار أن هنالك ولايات تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، لا تصلها حتى التقارير ولا تصلها حتى المنظمات المحلية أو الإقليمية لكشف الحالة التي بها. ليس الكوليرا وحدها، هنالك أيضا أمراض أخرى تفشت بين المواطنين في السودان. يعني في الأسابيع الماضية تفشى مرض العيون، هو التهاب العين يعني أو ملتحمة العين الحاد الذي تفشى في ولايتي الخرطوم والجزيرة. هنالك الكثير من الأمراض، يعني كما تفضلت وذكرت دكتور محمد، عذرا على المقاطعة، يعني أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بتفشي الكوليرا، وبالتالي ما هي الإمكانيات لمساعدة هذا الكم الكبير، وخاصة أن نسبة الكوليرا يعني ازدادت عن العام الماضي بنسبة 13%، وهو يعني رقم كبير. أعتقد أن الظروف الحالية في السودان تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية من المنظمات السودانية أو المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، حيث صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الذي يتوفر الآن لمواجهة هذه الأمراض هو نصف المبلغ المطلوب، وهو قدره تقريبا بحوالي 2 مليار و700 مليون دولار، وقال أن الذي يتوفر حاليا هو نصف هذا المبلغ. وهذا كما أسلفت أنه يشمل فقط ولايتي كسلة والقضارف، حيث أن التقارير اعتمدت على هاتين الولايتين فقط ولم تشير إلى الولايات الأخرى. وكذلك يجب أن لا ننسى أنه ليس أن الأمراض ليس الأمراض فقط التي تنتشر في السودان وتحتاج إلى تدخل، هنالك الجوع وهنالك النقص في الغذاء وهنالك
هنالك النقص في مواد، النقص حتى في المياه النقية، يعني وكذلك انهيار سد أربعات في ويعتبر المورد الأساسي للمياه الشرب الصالحة في بورسودان. يعني أعتقد أن ذلك ممكن أن يتفشى هذه الأمراض حتى في بورسودان، يعني الحاضرة حاضرة ولاية البحر الأحمر التي تمثل العاصمة الآن في ظل هذه الظروف من الحرب في السودان. أعتقد أن الوضع كارثي جدا، وأنه حتى أيضا يعني بعد انهيار السد الذي يعني فاقم بأوضاع بورسودان، تفشي الكوليرا أمراض كبيرة عديدة، كيف يمكن التعامل معها؟ هذه التحديات الصحية التي يواجهها السودان، فرق الطوارئ لأطباء التابعة لأطباء بلا حدود تقدم كما تقول الدعم بالنسبة للمياه وعلاج المرضى وخدمات الصرف الصحي، ولكن يعني ما هي محدودية عمل أطباء بلا حدود؟ ما هي المؤسسات المنظمات عفوا الأخرى التي تسهم بالتخفيف عن معاناة السودان؟ ويعني هل طالبتم مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، يعني لا شك بأنها هي تتفاعل، هل هناك وعود للحد من كل هذه الكوارث الذي يواجهها السودان؟ نعم، كما أسلفت لك أن الأمر لا يقتصر فقط على تفشي الأمراض، هنالك أيضا الجوع، وهذه المنظمات كما أسلفت أنت في سؤالك أنها محدود، إن يعني أن عملها محدود من حيث الموارد المالية المتاحة، وكذلك من حيث يعني الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها. كما أسلفت لك هناك مناطق كبيرة جدا من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع لا تصلها هذه المنظمات ولا تصلها المساعدات. ربما هو التحدي الأكبر هناك بعض. نعم، وهو كذلك الأمر المخفي، وهو أعتقد أن لو توصلت هذه المنظمات لهذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع سوف نجد ما يشيب له يعني الوجدان. يعني فأعتقد أن الأمر يعني خارج عن السيطرة كما قالت منظمة أطباء بلا حدود، وأعتقد أن كذلك التدخل يجب أن يكون سريعا، وكذلك الأوضاع الأخرى يعني مثل الجوع ومن النقص في المواد الغذائية، وكذلك الارتفاع في أسعار المواد الغذائية حتى في المناطق المحاصرة مثل ولاية السنار ومثل ولاية النيل الأبيض التي لا تصلها حتى الأغذية، فما بالك بالعلاجات وبذلك بالأدوية والمحاليل المطلوبة. لو رجعنا لموضوع الكوليرا هو مرض طبعا يعني خطير جدا ويستدعي التدخل العاجل، يعني لو أصيب به شخص ولم يجد المحاليل الطبية التي توفر له التعويض لما يعني يخسره من يعني المضاعفات هذا المرض سوف يلقى حتفه في ساعات يعني. فذلك يتضح أن الوضع في السودان كارثي جدا ويتطلب تدخلا عاجلا وسريعا، ويتطلب تضافر الجهود المحلية والخارجية يعني لإنقاذ الشعب السوداني من هذه الأمراض ومن ما يحيط به من مخاطر جمة. يعني على أمل أن تصل هذه المطالب إلى المسؤولين ويتم الاستجابة عليها. نشكر لك هذه المشاركة معنا من القاهرة الباحث السياسي السوداني الدكتور محمد عثمان الخضر.